رجاله هنبدا ناخد المرمه كده. ماشي يا رجاله، طبعا الالوان الغامقه دي يا رجاله ما ننخدعش بيها، يعني ما ننخدعش الالوان دي على قد ما هي كده، قد ما انها شفافه يعني الاسود والحاجات من دي، الالوان دي ما ننخدعش بيها يا رجاله. ما احنا شايفين كده رجاله، ونفسنا ندي برضك هنا تجريقه كده اهوت على خفيف، ونفس التجريقه هنا برضك ندي الجزء ده كله تجريقه رجاله. ناخد بقى رجاله بالتجريقه كده اهوت زي ما احنا شايفين كده رجاله، بسم الله ننزل اول وش ورنش. استنى الفلاش تايم يا رجاله من 5 لـ10 دقايق وننزل بالوش التاني الورنيش. هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله ندي الوش تاني وش ورنيش بسم الله.
بعد كده معانا 2 رمات رجاله ناخد الحرف. طبعا هنا رجاله يعني التنر المرمات والورنيش كله نازل، يعني هنا ده متصنفر اهو. لو ناخد بالنا هنا كده رجاله متسوق متصنفر بصنفره 2000، الحته دي متصنفره بصنفره 2000 ونازل عليها الورنيش والحاجه، وزي ما احنا شايفين كده رجاله الله اكبر. عجب بقى رجاله، لو الفيديو عجبكم ولو في اي ملاحظات سيبوها في التعليقات. زي ما احنا شايفين هنا هون الحمد لله الجزء لسه سليم، ما جناش عنده بالبيز باللون خالص، ماشي يا رجاله. هو يا دوبك ايه ويعني، وحتى لو في عفره جت ان احنا ايه مشينا التجريق بتاعنا وما اديناش بلندنج، في الوان مش بتكونش محتاجه بلندنج يعني يا رجاله. ما تنسوش الدعاء لامواتكم وامواتنا، الله يبارك لكم يا رجاله. طبعا الحرف ده لازم يتسخن عليه كويس قوي، ياخد سخن كويس قوي في الكابينه درجه حراره 65 و70، بعد طبعا ما التنر يتبخر، يعني ما ترفعش سخن غير بعد التنر ما يتبخر، ياخد الفلاش تايم بتاعه 10 دقائق بقى ربع ساعه على حسب المنتج بيقول لك ايه. زي ما احنا شايفين كده رجاله، تسلم ايديكم يا رجاله، تسلم ايديكم يا رجاله، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده يا رجاله، صل على النبي يا رجاله. خدناها منها فيها، فاكرين الشغل كان فين؟ ها طبعا هنا بردك الاكسدام. بص هنعمل ايه دلوقتي بقى رجاله في الاكسدام، هنشيل ايه، هنشيل اللزقه اللي هي عشان خاطر الاكسدام ما يشلعش اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو، والاكسدام طري والورنيش طري، بنبدا اللي احنا نشيل ايه اللزقه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهو، علشان لو نشفت هتعمل ايه، هتشلع، صح يا رجاله؟ الله ينور يا رجاله. هنا كده اهو اللزقه ايه اللي عند الحرف بالظبط كده اهو، طول ما الورنيش طري شيل بقلب جامد، ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه. الخوف كله لو الورنيش ناشف، هتبقى ايه بقى يعني فيها منها قلق، تشيلها بحذر وتجيب قطر والقصص ايه اللي هي يعني، خليك في السليم احسن. اللهم صل على النبي، تسلم ايديكم يا رجاله والله. ما تنسوش تدعوا لاخوكم احمد المسكين يا رجاله، حبيبكم. بس كده الحمد لله كله اتشال، والحرف بقى يريح وشغل فابريكا، اللهم صل على النبي. صباح الفل يا رجاله، والف شكر على المشاهده الجميله وعلى الشغل الحلو ده يا رجاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الدعاء لاخواتكم المسؤولين على القناه، وكلكم بتجتهدوا على القناه، قناه الجميع يا رجاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.